من قناة المحور، أهلا بكم. وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بسرعة علاج الطفل عبد الله كحيل في المستشفيات المصرية بعد تداول استغاثة الطفل للعلاج في مصر، وتم نقله إلى مستشفى معهد نصر بالقاهرة تحديد الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه على وجه السرعة. أنا والله بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحكي له أنت يعني أب للمصريين وللفلسطينيين، وأنت غمرتنا بلطفك، وشكرا لك أنك أنت لبيت النداء، وألف شكر لكم. وإن شاء الله رب العالمين هيك يعني يجعل ميزان حسناتك. رحت أول عنار، عملنا أكل، كل الشهداء تصابوا ماتوا واستشهدوا، اللي أنا ضليتني. هلقد أنا بتمنى تزرعوا لي عظم أمشي. طب إيه إحساسك لعبد الله ما دخلت مصر؟ حاسس بشعور آمنة، رئيس مصر أم الدنيا، أنا بحب رئيس مصر. أنت بعت مناشدة للسيد الرئيس عشان تيجي مصر؟ آه. بعت له إيه؟ مناشدة كلام. أنا بحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الله يطول بعمره، إن شاء الله هيك يا رب، الله يطول بعمره. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، على أن يعطي هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح والانتهاء من التعامل على ملفات المخالفات للبناء أو التعدي على أملاك الدولة. كما وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، حيث نص التعديل على لا يزيد سن المتبرع على 60 عاما في عملية نقل وزرع الكلى و50 عاما في العمليات الأخرى. واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 50 منازعة. كما تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك لعدد 30 موضوعا. رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بقرار مجلس الأمن والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. وأكدت الخارجية على ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كاف من الأيام لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين لا سيما النساء والأطفال وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني. وشددت الخارجية على ضرورة قيام مجلس الأمن بمسؤوليته بضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظا على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولية. شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عن سيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في قمة متحدون من أجل السلام في فلسطين، والتي تم عقدها بمدينة اسطنبول التركية بمشاركة زوجات رؤساء عدد من الدول والحكومات. وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن موقف جمهورية مصر العربية واضح تماما منذ بداية الأزمة وحتى الآن، فمصر أول من بادرت بالدعم لقمة القاهرة للسلام، كما ترفض مصر بشدة تهجير الشعب الفلسطيني أو جزء منه إلى مناطق أخرى. وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر تحذر وبشدة من أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة، موضحة أن الوقت قد حان لتفعيل آليات الأمم المتحدة المختلفة للتحقيق العادل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يشهدها قطاع غزة. أطلقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية بقيادات حزب حماة الوطن وعدد من أعضاء الحزب بمحافظة الإسكندرية، وبحضور وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الانتخابية، ذلك على هامش المؤتمر الشعبي الحاشد لحزب حماة الوطن لمنطقة الشطبي بمدينة الإسكندرية. وأثنى المستشار محمود فوزي على التنظيم المتميز لمؤتمر دعم الرئيس بمحافظة الإسكندرية،
والحشد الجماهيري الكبير دعما للمرشح عبد الفتاح السيسي. كما أشاد أيضا بدور حزب حماة الوطن في الإعداد الفعال والتجهيزات اللوجستية بالمقر الفرعي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024. عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز في نسخته الرابعة بقرية شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بحضور 6000 شخص. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. في نسخته الرابعة بقرية شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، وذلك لدعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية. المؤتمر الرابع للتحالف الوطني كان مؤتمر حاشد لأمانة التحالف الوطني بالقليوبية بقوة حجية فوق 7000 شخص، حشد بالألاف، وده فيه لوحده رد إيجابي عن كل الناس وراء القيادة السياسية لمصر. رئيس عبد الفتاح السيسي يعني اللي عمله في 10 سنين أو في 9 سنين ما تعملش في 50 سنة. بحضور نحو 6000 شخص وعدد من قادة الرأي بالمحافظة، تم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل مصر، ومنها محافظة القليوبية وهي المحافظة الرابعة التي استقبلت انعقاد المؤتمر. التحالف الوطني بيقول إن له ثوابت لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة إن شاء الله، وطبعا كلنا وراء القيادة السياسية بكل قوة وكل ما نمتلك. نزلنا ومشاركتنا حماية، نزلنا ومشاركتنا حصانة المشروع دولة 30 يونيو الوطنية، مشروع كلنا اجتمعنا وتوافقنا عليه منذ يونيو 2013. يأتي مؤتمر القليوبية ضمن سلسلة مؤتمرات حكاية وطن بمحافظات مصر، حيث يتناول الحديث عن الإنجازات التي تتم بالمحافظة وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية.